بسم الله. هذا الجزء الثاني من صناد المحل ما فيها الواجهه ديالو هاللوغو ديالو اللي ما تعرفوش. الجزء الثاني فيه صنيدلات كتر احسن من الجزء الاول. المحل كاين في بزاف ديال المدن في المغرب، طنجة، الدار البيضاء، الرباط، تمارة، اكادير ومدن اخرى. قلبوا في جوجل وانتم تلقاو العناوين، وجبت لكم المعلومات كلها من المسؤول ديال المحل على التوصيل في المدن اللي ما فيهمش محل مافي، حيت عجبكم بزاف الجزء الاول، بزاف عجبكم وسولتوني على التوصيل في المدن الاخرى. جبت لكم معلومات في اخر الفيديو رائعه. التوصيل غير ب20 درهم كيوصلوا لجميع المدن، وكتوصلك السلعه حتى للدار، عاد كتخلصي ولا ما جاش الصندله قدك تيرجعوها. يعني عمرني ما شتي توصيل بحال هكا ساهل وزوين. المهم المعلومات كلها جبتها من عند المسؤول، يتكلم معكم بنفسه في اخر الفيديو. وهانتوما الصنيدلات ديال الجزء الثاني، كلهم مختلفين على الجزء الاول. وفي الفيديو كاين حتى سبرديلات طلبتهم مني في التعاليق في الجزء الاول، قلتوا لي سبرديلات. خلطت لكم ما بين صنادل وسبرديلات والسيكان. حتى السيكان طلبتهم مني، وطلبتهم مني صنادل الحاضرين. مهم هذا الفيديو متنوع، فيه صنادل الحاضرين والعاليين والحضور والسيكان وسبرديلات. ها هما صنيدلات الحاضرين ديال يوميا اللي تقدروا تلبسوهم ديما. ها شكل اخر من السيكان 349، فيه 4 الوان كنظن، ما حطيتوش في الجزء الاول هذا الشكل هذا. ها انتم ما كتشوفوش كيلات ما كاينينش في الجزء الاول. هذه 269 درهم، فيها جوج لوان. ها 4 الالوان ديال هذا الساك هذا. هاد الصباط هذا حماقوا عليه الناس، هذا كانوا كيقيسوه بزاف، وكيجي زوين، فيه اللوينات بزاف، كيجي زوين في الرجل. حشت البنات كيقيسوه في رجليهم، شتو زوين، كاين الكحل ديالو كلشي. هانتوما تشوفوا اللوان ديالو كاملين. ثمنهم 349 درهم، زايدين على صناد الاخرين، ولكن حيت مميزين قلت لكم حتى الناس مشاو لهم نيشان. وعلى ما ظنيت انها ليميتاسيون ديال شي اون غراند مارك، شفت لي ستار لابسين هذا الشكل هذا، يعني ليميتاسيون ديال شي ماركه خارجه هذا الصيف هذا، داكشي واقيلا باش غالي. ها السبرديلات اللي عندهم، طلبتوا مني السبرديلات في التعاليق في الجزء الاول. هذا الشكل هذا فيه ثلاثه د الالوان، هذا البيضاء والبيج ديالها والصومو. فيها بحال السيليكون في داك السميله ديالها، واحد النوع في شكل عندها في التحت ديالها، ماشي بلاستيك عادي، بلاستيك رطب. حتى الكحله ما شفتش الكحله، الكحله ديالها. وتا هذا الشكل هذا، تا هذا زوين، هذا الشكل هذا يصلح مع الصيف زوين، يصلح مع بزاف الحاجات هذا الشكل هذا. الغوص ديالها زوين والبيض، 279 درهم، فيها 4 الوان هذه كنظن، 4 الوان. حتى الكحله ديالها زوينه. ها السيكان لبسو مني السيكان 349، هذا الساك هذا زوين، عرفتي انا باغيه نرجع ناخذ هذا. الصنطه ديالو كلشي فيه جوج الوان. هذاك هادو الناس اللي تيبغيو هاد النوع ديال الصنادل، هادو 249. كيف قلت لكم الصنادل عندهم ما بين 249 279، هاد الزوينين العاليين والحاضرين راه حتى 119 الفوق. الا حسيتو بيا زربت في الفيديو، نتوما ديروا بوز ولا سكريني والحاجة، حيت ما يمكنليش نوقف بزاف على كل حاجة. هذا زوين. هادو صناد العاديين ديال يوميا اللي ما فيهم لا استخاص لا ماشي الحضور، اللي يمكن الواحد يلبسهم يوميا. حتى هما طلبتوهم مني، قلتوا لي صناد الحاضرين ديال يوميا. ها انتما 229، فيهم ثلاثه د الالوان، فيهم داك الذهبي في اللور زوين. كنذكركم الى عجبكم الفيديو، نتمنى تضغطوا على زر اشتراك وزر اعجاب.
ونكمل معاكم مع هاد الصناديل الحاضره، وراه مازال عندهم بزاف ديال الصنادله. كل مره غادي نصور لكم ان شاء الله، حيت عجبكم الفيديو بزاف ما قدرتش نخليكم كتسناو. مازال نجيب لكم، مازال عندهم، خليت بزاف ديال الشكل ما صورتهمش. هادي 229 فيها البوردو والغوز والكحل. هنا نخليكم مع واحد اللقطه من الرواج اللي كاين في المحل. الناس كيعجبهم المحل بزاف، داكشي باش كنصورو تلقى فيه الرواج والناس، داكشي باش كنصورو وانتوما عجبكم اصلا. ها انتوما حاولت نقربكم الشكيلات كاع اللي عندهم في المحل. كاين هذا في الارجنتين 229 درهم، والكحله ديالها كاينه هذه عجبتني بزاف، عمليه بزاف، فيها هذا البيج ولا ماغون، والكحله ديالها 299 درهم، رائعه عمليه هذه يوميا، رطبه وزوينه. ها هي الكحله ديالها، مية وتسعود وتسعين درهم. كاين هادو ثلاثة دلوان، الغوز والبيج والكحله، 269 درهم. ها السيكان، طلبتو مني السيكان، راني حاولت نصور لكم السيكان اللي عندهم، وكاين في الجزء الاول سيكان حتى هما، ولكن مختلفين على ديال دابا. وكنقول لكم بان في اخر الفيديو كاين المعلومات كامله للناس اللي ما عندهمش هذا المحل في المدينه ديالهم، حتى الرقم ديال التليفون اللي يمكن لكم تصيفطوا الشكل اللي بغيتو في الواتساب ويجيكم حتى للدار ب 20 درهم، ولا ما جاش قدكم كيرجع. جاتني بصراحه زوينه، انا كنت كنفكر هذا التوصيل ب 20 درهم جاني زوين، ولكن كنقول الا ما جاتش الحاجه قدنا شنو نديرو. سولتو هذا السؤال قال لي كيرجع السلعه، يعني زوينه ما خاسرين والو بصراحه. الصنادل ديال الحطره عندهم الاشكال والانواع، هذه الاولى كنت صورتها لكم في الاول في الجزء الاول، هادو اللوان ديالها الاولى اللي هزيتها في الجزء الاول صورتها لكم، ما كنت شايفه اللوان ان فيها الكحل ديالها والغوص. ها هما السيكان اللي عندهم 229 هذا الشكل، هذا عندهم تشكيله كبيره من السيكان والصنادل. سبردي لا طلبتوهم مني، ها هما عاوتاني شكل اخر. شو هذا الشكل، هذا رائع، يجي مع كل شيء في هذا الصيف، هذا مع ديك السراول الواسعين، مع السبور، مع اي حاجه، حتى مع الكسيوات يجيو. انتما البيج ديالها، الكحله ديالها رائعه، بثلاثه بهم زوينين. السيكان عاوتاني، ها انتما شو شكلت لكم هذا الفيديو، شكلت لكم داكشي اللي طلبتوه مني في التعاليق، صنادل الحاضرين والسبرديلات والسيكان. ها شكل اخر من الصنادل اللي فيهم هاد لي ستراس، ما صورتهمش قبل في الفيديو اللي قبل، ومازال نرجع نصور لكم لان هادشي كله اللي صورت وخليت مازال شي حاجات ما صورتهمش. هادو صنادل الحاضرين طلبتوهم مني ديال يوميا، 199 درهم، فيها ثلاثة دلوان، الغوز والكحلة. تا هادو ديال يوميا رائعين أنيقين. باش تعرفوا المحل واش كاين في مدينتكم قلبوا في جوجل، هادي 249 درهم. ديروا غير سمية هاد المحل مافي، راني وريتكم اللوغو ديالو في الاول ديال الفيديو، مافي كسميتو، ديروا بوتيك مافي وديريها في جوجل وتشوفوا واش كاين في المدينة ديالكم. هاد الصناد العالي اللي كيعجبوهم، هاد الدوغي هادي زوينة، ما بينليش الثمن، كنعاين نقولكم الثمن، هادي ما بينليش فيها الثمن، غنشوف واش كاينين في الاخرين، ما عقلتش فاش صورت واش لقيت الثمن. ها هو كاين 279 درهم. انا قلت لكم لحسيتو بيا زربت بوز وديروا بوز للفيديو وشوفوا الثمن على راحتكم. هنا كنبين لكم، انا كندير لكم نظره شامله على المحل، كانوا الناس بداو يخرجوا شي شويه، انا تعطلت فيه الناس حيت صورت هادشي، عاد صورت ماشي في الويكاند، صورت في وسط السيمانه، اما الويكاند راه ما تقدريش كاع تشدي المحل بكثرة الناس اللي كاينين. هنا كنوريكم نظره شامله على شنو فيه، هو كنوريكم الحاجات اللي ما صورتهاش دابا نرجع نصورها.
شوفوا هاد الشكيلات عاوتاني زوينين ديال هاد السيكان هادو. كنذكركم اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على الاشتراك واعجاب، راه ديما تنحط الجديد اللي كاين في المحلات. بيم اسواق سلام، مرجان، كيتيا، ديكاتلون، اي سي واي كيكي خلاص هذاك حدايا ديما ساكنه فيه، كنجيب لكم الجديد ديالو ديال الوليدات الصغار. صافي هنا نخليكم مع المعلومات اللي عطاكم السيد المسؤول على هاد المحلات، تسمعوها بنفسكم شنو يقول لكم على التوصيل. بالنسبه للتوصيل الموديل اللي ما فيهمش المغازا مافي يقدروا يكومونديو من السيد، قال لكم ها السيت اللي تكومونديو منه mavishop.com، ونعطيكم الرقم التليفون جاني سهل من السيت وانتم اختاروا اللي بغيتوا. لادريس نيميرو التليفون ديك الساعه كيكونفيرميو معاه اللي هما كيخلصوا ديك الساعه كيوصلوا للسبابه توصل للدار حتى توصلوا للدار وكتقيس وكلشي تقيس وتشوف لا كوانتير اكزاكت كلشي الا ما جاتهاش تقدر تشونجي تشونجي نورمال في اي مدينه في المغرب اي مدينه بارتو ولا كوموندات هذه ولا توصلها من بعد يومين غادي بين يومين صافي شكرا توصل اكسبريس صافي شكرا الله يرضي عليك شكرا ما عندوش مع لا كوموند اون لين ما تعرفش يكوموندي باغ انترنيت، وبغى يعيطكم في التليفون ويوريكم التصويره في الواتساب ولا فلوس. بالنسبه هذا السؤال مزيان، بالنسبه اللي ما كيعرفش انه يكوموندي من السيت، هو السيت صراحه راه فاسيل وفهمتي مقاد مزيان يعني كل شيء فيه باين، ولكن اللي ما يعرفش يقدر غير ياخذ النيميرو هي هذه ديال الواتساب كيعزل تيعزل الموديل اللي بغا غير كلمه كيصيفطها للنيميرو هذا ويدير لادريس ديالو وغيصيفطو ليه حتى لدار. صافي شكرا بزاف، الله يبارك فيك.